كابتن عادل، عايزين نتكلم فنيا. في معانا لقاء كابتن سام مع كريستو، معانا لقاء مع كريستو جاهز. طيب قبل ما نروح نتكلم مع كابتن عادل فنيا، نروح نشوف اللقاء ده مع واحد من اللاعبين الجدد للنادي الاهلي، كريستو، ونرجع لحضراتكم مره تانية. بنجدد التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، اجواء وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي، المشاركه في كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي والثامنه في تاريخ النادي الاهلي. استعدادات كالعاده فنيه وايضا كمان استعداد خاصه للاعبي النادي الاهلي، بنتمنى كل التوفيق لكل اللعيبه الحقيقه ان شاء الله باذن الله تكون يعني البطوله بتركيز كبير ونقدر ان احنا نوصل بشكل كبير جدا في هذه البطوله. انا معايا الحقيقه واحد من نجوم النادي الاهلي اللي لسه منتظرين منه الكثير الحقيقه، يعني نقدر نقول الضاوي كريستو، برحب بيك في البدايه وموفقين ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي، مهمه كبيره جدا، كاس العالم حلم كبير جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. كريستو، شايف ازاي المشاركه في كاس العالم وحبيبتوني؟ والله المشاركه طبعا طموح كل اي لاعب يشارك في كاس العالم، ان شاء الله الاهلي هيكون موجود بقوه في كاس العالم ويروح لابعد نقطه ان شاء الله. طموح كبير جدا لارتداء تيشيرت النادي الاهلي، قيمه كبيره جدا، النادي الاهلي بيشارك في افريقيا، بيشارك في كل البطولات الكبيره، فمحتاجه مجهود كبير جدا منك يا كريستو. شايف الفتره اللي جايه ازاي بالنسبه للمشاركات مع فريق النادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي فريق كبير وبيشارك في كل المسابقات الافريقيه العالميه، كل سنه بيشارك في كل المسابقات وكل سنه بيفوز بعدد كبير من الالقاب. ان شاء الله هنكون مجهزين لكل المسابقات ان شاء الله. يمكن معلول كان ليه دور كبير جدا معاك كابتن ايمن اشرف، كل اللعيبه الكبار ان هي ازاي تدخلك على طول وتنسجم سريعا وتعرف ازاي قيمه النادي الاهلي وثوابته، قول لي ازاي ومين اللعيبه اللي كلمتك ومين اللعيبه اللي دخلتك على طول كده كده؟ لا، كل اللعيبه حقيقه كل اللعيبه حقيقه كانوا كويسين، الغرفة الملابس يعني كثير كويسه، كل اللاعبين موجودين وبيحترموا الكبير والصغير. النادي الاهلي فريق كبير وكل اللعيبه محترمين، ان شاء الله نفرح كل الجمهور ان شاء الله. يمكن اول ما جيت كان علي معلول يمكن كتب لك رساله ويمكن انت قريتها، لكن بينك وبين علي يعني قال لك ايه على النادي الاهلي وطالبك بايه بينك وبينه؟ يعني بعيدا طبعا عن السوشيال ميديا وبعيدا عن الكتابات، لا يعني علي معلول مع كريستو قال له ايه عشان يظهر كريستو بالشكل اللي لازم يليق بالنادي الاهلي؟ والله يا علي، قال لي النادي الاهلي فريق كبير وبيعيش كم بالالقاب، لازم تكون جاهز لكل المسابقات. ان شاء الله هننور كل التوانسه في الاهلي ان شاء الله. رسالتك ايه لجمهور النادي الاهلي اللي منتظر منك كتير جدا وبتشوفه مؤازرته الكبيره جدا في بطوله الدوري العام، حابب تقول يا كريستو لكل جمهور النادي الاهلي؟ بشكرهم على كل التشجيعات، طبعا جماهير الاهلي جماهير كبيره جدا، ان شاء الله نفرحهم ونربح كثير مسابقات والقاب ان شاء الله. شكرا. كل الشكر الحقيقه لكريستو اللي زي ما بنقول جمهور النادي الاهلي منتظر منه كتير جدا ومنتظر من الجميع الحقيقه، لكن اضافه كبيره واضافه جيده، لسه كمان الفتره اللي جايه ان شاء الله ما يكون مشاركاته مستمره مع فريق النادي الاهلي نقدر نشوف نجم جديد موجود في النادي الاهلي باذن الله وبمشيئه الله. زي ما بناكد وبنقول اجواء طيبه جدا، تركيز كبير، منتظرين ان شاء الله نشوف كل هذه الامور من خلال التدريبات ومن خلال المباراه الاولى، مباراه اوكلاند سيتي اللي ان شاء الله بمشيئه الله يستطيع النادي الاهلي يتخطى المباراه الاولى. ولكل حدث حديث في كاس العالم بالأندية.